السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلوى من قناة سنسونة سلوى. متخيلين جمال تروفل الشوكولاتة اللي قدامكم؟ لما عملت استفتاء على وصفة الكيتو دايت الأسبوع ده، وصفة الحلو كسبت بجدارة. متخيلين نسبة 65% طلبوا منكم حلويات في الكيتو دايت. تعالوا يلا نبدأ بسم الله ونعمل أحلى تروفل شوكولاتة. هحتاج نوعية كاكاو خام اللي هي بتكون من غير سكر وتكون نوعية جيدة. وبصوا بقى انا اشتريت ايه مخصوص علشان اوريكم الناس اللي حابة تسكر الحلويات بطريقة صحية وهي بتعمل كيتو دايت. ده استيفيا. استيفيا ده محلى طبيعي، عشان برضو في ناس قالولي عايزين شكله. عبارة عن نبات، هو طعمه حلو ولكن سعراته الحرارية معدومة، ملوش سعرات حرارية. ولكن انا ما بشجعش ان احنا نكتر منه، ممكن نحط منه ظرف او حاجة. مكتوب عليه اللي احنا ممكن نستعمله على البارد او على السخن، يعني لو هنعمل وصفة مثلا كيك او حاجة في الفرن ينفع ان احنا نحطه فيها. ودي السعرات الحرارية والكربوهيدرات وكل حاجة، نسب بسيطة جدا. الباكت الواحد فيه حوالي معلقة واتنين من عشرة، يعني معلقة وربع تقريبا من المعالق اللي هي بتاعة الشاي. وكاتبين طبعا عليه زيادة الجرعة قد تسبب الاسهال، وزيادة الجرعة دي كاتبين جنبها 26 باكت. يلا بقى انا مش هستعمله النهاردة، بس حبيت اوريه لكم اللي عايز يضيفه. زيت جوز الهند اللي هو بيكون قابل للاكل، من الحاجات الجميلة. عشان نعلي المزاج هنحط رشة من النسكافيه او قهوة سريعة الذوبان، حط كده شوية جنبي. يبقى لحد دلوقتي معانا كاكاو، معانا زيت جوز الهند، معانا نسكافيه، ومعانا سكر ستيفيا لو حد حابب. الافوكادو ده من الحاجات الروعة اللي فعلا مليان دهون صحية، وهو على فكرة بيصنف كفاكهة مش كخضار. ممكن نزود الطعم ونحط دارك شوكلت، نسبة الكاكاو فيها 90% او براحتنا، يعني واحنا بنسيح زي جوز الهند نسيح معاه قطعة من الشوكولاتة. انا صراحة مش هعمل كده، هكتفي بطعم الكاكاو الكويس. هحط حبة صغيرين من الفانيليا السائلة. اذا احنا عندنا تقريبا 3 مقادير اساسية، زي جوز الهند والكاكاو والافوكادو. ويلا بقى نبدأ بسم الله. اول حاجة هنقطع الافوكادو ده الاتنين كده. وناس سألوني ازاي بتستحملي طعمه وازاي بتحبي طعمه. يا جماعة ليه درجة سوا معينة بيكون عامل كده زي الزبدة، شايفين كده بيجي معايا ازاي؟ بنشتريها ممكن تكون محجرة شوية. لو احنا لقيناها محجرة ممكن نلفها بكيس او نلفها باي ورق ونسيبها برا المطبخ لوحدها، بتطرى وبتكون جميلة، بتتهرس معايا بسهولة. ممكن كل الكلام ده حطه مثلا في محضرة طعام صغيرة لو انا مستعجلة، ولكن صراحة انا شايفة بالمعلقة او بشوكة بتكون سهلة جدا زي ما احنا شايفين. وكده عملت بوريه كده منها، او شايفين كده خلاص اتخلطت تماما. ودي اول خطوة. تاني حاجة هعمل زيت جوز الهند، هسيحه طبعا. دول حوالي 3 معالق كبار من زيت جوز الهند، ورشة صغيرة من الفانيليا السائلة، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، وربع معلقة من النسكافيه. بصوا كمية الحاجات يعني الى حد ما بتكون برضو على حسب الذوق. انا بحب جدا نكهة الكاكاو مع النسكافيه مع اسمها ايه الفانيليا السائلة. في حد تاني ممكن يكون ما بيحبش النسكافيه وعايز يحط قرفة، فعلى حسب ما انتوا عايزين. دلوقتي انا خلصتها وحطيتها في التلاجة حوالي ساعة ونص او ساعتين لحد ما اقدر اشكلها بالشكل ده. والحقيقة يعني عشان ابقى صريحة معاكم، في الحالة العادية بمسك بقى البولة كده واقعد اكل خلاص، لكن بس عشان اوريكم ان هي ممكن تتكور تعمل زي التروفل، بحط شوية من الكاكاو وبغطيها، بعمل كده الكور وبغطيها. بيكون طعمها حلو جدا، والناس اللي بتحب الحاجات اللي فيها شوكولاتة هتتبسط جدا بالوصفة دي. وطبعا صحية، مليانة دهون صحية، نقدر ناخدها كسناك. والناس برضو اللي بتسأل على الكمية تقدري تخلصي الكمية دي يعني في مرتين كده. هي اللي احنا استعملناه النهاردة نص واحدة من الافوكادو على 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام على رشة من النسكافيه وحبة صغيرين من الفانيليا السائلة وحوالي 2 لـ3 معالق من زيت جوز الهند. وده بيكون شكلها، طعمها طبعا يجنن. نقدر ناكل معاها فراولة. الفراولة من الحاجات المسموحة في الكيتو دايت. اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات عايزين الوصفة الجاية ايه. وان شاء الله كل يوم اتنين هعمل استفتاء على الوصفة المطلوبة ليوم الاربع، وصفة الكيتو دايت على قناة سنسونة سلوى. اتمنى ان شاء الله ان هي النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني. ومع السلامة.